العروسه وصلت. العروسه جت. دي برضو مش العروسة. ايوة ايوة دي امينة بنتي. وليلي فين حنان؟ العروسة. العروسة جاية بنتي جاية. العروسة. مين دي؟ مين دي؟ حبيبتك يا سامين تسيبني ولا ايه وحش؟ مالك يا حنان في ايه؟ مالي ما انا مية مية. ايه رأيك؟ مية مية؟ انا قلت لك ما صدقتي. ماشي دي حاجه ما شفتهاش قبل كده. ايه المنظر ده؟ مالك؟ ممكن افهم مالك؟ انت جالك ايه؟ مالي بس يا ماما مالي. ما انا اهو انا اهو جميله اهو فرحانه فرحانه. انت مبسوطه وفرحانه وانا عايزه الطم على وشك. قولي لي مالك فيك ايه؟ الله مين الموز الحلو ده؟ يا ولد يا بنتي يا ولد في ايه؟ اجري اجري. الله 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 يا بنت عقل يا بنت مش كده يا بنت يا بنت جرالك ايه؟ الله ما بنبصش فوق. تعالى ايه يا بنت؟ الله يخليك يا ولد يا استاذ يا استاذ انزل انزل. ايه يا استاذ خليني كده كويس يا استاذ. قلت لك انزل خليني كده احسن. انت يا بنت اديها كام حبايه؟ هي حبايه واحده زي ما قلت لي. خلاص انزل انت وانا هطلع. اتفضل. انا عمري ما شفت حنان في الحاله دي. ده كلها بتحلف باخلاقها. لا دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا. دي لازم تتعالج. انتوا لازم تشوفوا حاله المناخوليا اللي بتجيلها دي. ايه الكلام الفارغ ده؟ مش انا قلت لحضرتك ما صدقتنيش؟ قولي لي يا مدام كيداهم بناتك الامارات الحلوين دول مخطوبين؟ لا يا حبيبتي بيجي لهم عرسان كتير قوي بس بناتي مش بيوافقوا على اي حد. يبقى احنا لازم يكون لنا لقاء تاني ان شاء الله. ان شاء الله هنلتقي ان شاء الله. طب تسمحي لي اخد موبايلك؟ قوي يا حبيبتي اتفضلي عندي كتير تاني. لا انا قصدي النمره. حاضر هبعتها لك في مسج. دكتوره اتفضلي قدام. سلام اتفضلي اتفضلي. شايف البنات الحلوه انت اتعاملت في عينيك دي؟ بص عمر يلا يا دكتور ماما مش وقته. مشي. لا حول ولا قوه الا بالله. لا يا هشام لا يا امي انت النهارده هزيت ثقتي فيك جامد جدا جدا. بقى دي البنت اللي عايز تتجوزها؟ انت ايه عايز تفضحنا انا امك؟ يا بابا يا بابا انا باكد لك ان حنان دي حاجه تانية خالص غير اللي انتوا شفتوها النهارده يا جماعه. اكيد في حاجه غلط. ده انيل يا استاذ عايز مراتك ام ولادك تبقى مدمنه مخدرات. انت هتجنني يا ام؟ مدمنه مخدرات ايه بس يا ماما؟ بقول لك في لبس في الموضوع. بقول لك ايه؟ بلا لبس بلا بتاع. احنا شفنا بعينينا ما حدش قال لنا. يلا يا استاذ اتفضل سوق. وبعدين حد يسيب بنات كيداهم الحلوين الامارات دول ياخد بنت زي دي؟ يا امي بنات كيداهم مين؟ هو انا كنت شفتهم قبل كده؟